السلام عليكم إخواني الأعزاء. نحن الآن في داخل الكاتدرائية بشمياتي في أرمينيا. الكاتدرائية التي بنيت عام 2001 ميلادية بعد اعتناق أرمينيا الديانة المسيحية واعتمادها كدين رسمي للدولة. سندخل داخل المتحف الخاص بالكاتدرائية، ولكن للأسف الشديد منعونا من تصوير الفيديو، لذلك سنختصر بعرض بعض اللقطات من داخل المتحف بالفوتوغراف وبالتوضيح حسب المستطاع. استنادا إلى الكتاب المقدس، نحن نؤكد بأن سفينة نوح كانت قد استقرت على قمة جبل أرارة، ففي عام 318 ميلادية تم العثور على قطعة الحقيقة الموجودة أمامنا هنا، ألا وهي قطعة خشبية من سفينة النبي نوح عليه السلام، حيث عثر عليها البطريرك هاغوب مزبلة فوق جبل أرارات. وفي عام 1869 وفي عهد الكاثوليكوس كيفولك الرابع اكتمل بيت الودائع، ولاحقا حول إلى متحف إيش مياتين حيث يتواجد هنا الآثار المقدسة المسيحية. أمامنا هنا وفي هذا الصندوق توجد قطعة خشبية صغيرة من سفينة النبي نوح الذي عثر عليه القديس هاغوب، حيث كان القديس دائما يسعى لأن يجد سفينة نوح ليقنع عدمي الإيمان. ارتفع القديس إلى جبل أرارات 3 مرات وكان ينام من شدة التعب والإرهاق، وعندما كان ينهض كان ينهض منزعجا. ففي المرة الثالثة حيث كان نائما حلم بأن الملاك يقول له إنما تبحث عنه ستجده. وبعد انتقال هذه القطعة الخشبية إلى عدة أماكن، في نهاية القرن السابع استقرت هنا وإلى الأبد. ففي عام 1766 أرسل الكاثوليكوس وفد إلى قيصر روسي، ومع الهدايا المرسلة أرسل هذه القطعة المفقودة من القطعة الخشبية. وهنا نشاهد رأس الرمح الذي طعن به السيد المسيح وهو على الصليب، حيث جلبه إلى أرمينيا 2 من تلامذة السيد المسيح داتيوس وبارتوغوميوس عندما بدأوا بنشر الديانة المسيحية حول العالم. وفي هذا المتحف يتواجد أيضا الكثير من الملابس والعدد التي استخدمها رجال الدين الذين خدموا الكنيسة الأرمينية. فهنا مثلا هذه القبعة التي استخدمها الكاهن غوميداس بارتابيل. بالنسبة للكنيسة الأرمينية، أن خشب الصليب الذي صلب عليه سيدنا المسيح يعتبر رمزا للحياة، لأن السيد المسيح عندما صلب بصلبه أهدى لأتباعه الحياة وحررهم من خطاياهم. ففي عام 326 ميلادية الأم هيغيني قيصر القسطنطينية ذهبت للحج إلى القدس رغبة منها لزيارة قبر سيدنا المسيح ومشاهدة خشب الصليب الذي صلب عليه، لكن اليهود كانوا قد سرقوا ودفنوا الصليب في التراب ليخفوا المعجزات التي كانت تتحقق من خلال قوة الصليب. وبجهود الملكة تم العثور على الصلبان 3، ومن خلال أحد الصلبان أعيد للحياة أحد الشبان المتوفين، وبذا تأكدوا بأن هذا هو
الصليب الذي صلب عليه سيدنا المسيح. وبعد نهاية الحج ترجت الملكة بإهداء جزء من خشب الصليب لها. وبعد عدة قرون وفي عام 628 ميلادية وبعد إعادة الصليب من الأسر من إيران تم إهداء جزء من الصليب للأرمن، والعذراء هربسيمة هي التي جلبت هذا الجزء إلى أرمينيا. وبعد نجاة العذراء من اضطهاد القيصر ديوقراطيوس استقرت على جبل باراكا وأخفت خشب الصليب في أحدى الكهوف، وبقت لغاية 1021 محفوظة في دير باراكا. وفي عام 1655 نقلت الخشبة التي صلب عليها سيد المسيح إلى دير القديس نيشان في مدينة فان، وبقت هناك لغاية 1915. أبان الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن، حيث دمرت العديد من الكنائس. لذا اتخذوا باترياركية الأرمن في حينه قرارا لنقل كل الآثار المقدسة إلى كاتدرائية إتش مياتسين في أرمينيا. وهذه القطعة الخشبية ما زالت موجودة على مذبح كاتدرائية إتش مياتسين، وفي كل سنة وفي يوم عيد الصليب يخرج القطعة الخشبية المحاطة بالورود والريحان ليشاهده المؤمنون. وهذا الصليب الحديدي طوله نصف متر، وهو أبرز معروضات المتحف، حيث حفظ خلف الفص الوسطي شريحة صغيرة من خشب الصليب الذي صلب عليه سيدنا المسيح. وفي القرن الثالث عشر كان الملك أشوت يرغات أو أشوت الحديدي يخرج حاملا هذا الصليب لمواجهة الجيوش العربية الغازية. في هذا الصليب أيضا حفظ شريحة من خشب الصليب، حيث صنع عام 1300 بأمر عمير مقاطعة سيونيك. وفي أعلى العلبة نحت صورة السيد المسيح جالسا على العرش ومحاطا بالملائكة. وهنا نشاهد هذا القدر الكبير، حيث يستخدم كل 7 سنوات مرة عندما يتم تحضير وتقديس الميرون. ويوجد في هذا المتحف أيضا رفات وأجزاء من رفات العديد من القديسين.